تعرف على حضرتك خالد هيكل من سواق مصر. انا نازل يوم 30/9 عشان اقول للمجلس العسكري انت بدورك كله انك تكون شرطي، ما تكونش حاكم للبلاد. دورك ان انت تنفذ مطالب الثوار، تنفذ طموحات شعب مصر والمواطنين. بقول كمان للدكتور عصام شرف احنا متشكرين، انت حاولت وما قدرتش، وبنطالبك بان انت توفي بوعدك وتقدم استقالتك وترجع لميدان التحرير اذا كنت فعلا بتنتمي لميدان التحرير. انا نازل كمان عشان اقول لشعب مصر ان المجلس العسكري اخل بكل وعوده، قال لنا انه هيمشي بعد 6 أشهر، كنت بطمح ان في خلال 6 أشهر يبقى عندي دستور، عندي مجلس شعب، عندي رئيس جمهورية. كنت بطمح ان خلال 6 أشهر ان يكون في تطهير للمؤسسات طبقا لقانون الغدر، كنت بطمح انه هيصدر قرار بمرسوم بعزل رموز الحزب الوطني، كنت بطمح بان الاسعار تثبت ما تعلاش كل العلو ده، وكنت بطمح ان مصر تبقى شيء تاني بعد 6 أشهر. انا النهاردة فات 8 أشهر من الثورة، مصر ما تغيرش فيها اي حاجة، ما حاسس ان دم زملائي بيروح حضر، لكن انا نازل عشان اقول لشعب مصر واقول للمجلس العسكري واقول لحكومة عصام شرف دم اخواتنا مش هيروح حضر، هم ماتوا عشان يغيروا، وحق علينا ان احنا نكمل المشوار عشان نحقق لهم الامل اللي ماتوا عشانه. شكرا.